صباح الخير، كي صبحتوا اموركم مزيانه؟ كنتمنى تدوزوا نهاركم مزيان على خير وبخير. لقيتوني لا نفقت، غادي نغسل وجهي ونجمع الدار غير جميع خفيف وندوز عليها كشي تشفيفه بثانيه كروه. المهم دوزوا معايا هذا النهار وكنتمنى هذا لا فيديو يعجبكم. ايوا صافي هذا الشويه كي دابا غنغسل وجهي نمشي نصلي صلاتي. المهم هانتوما معايا. كيعجبني البنات نصور معاكم هكا الشتيوا كطيح، حيت كتعجبني وكنعرف بزاف ديال البنات كتعجبهم. ما عرفتش واش طايحه في زعما في كاع المدن، ولكن حنا تبارك الله راه دابا تقريبا شي سيمانه واقيله وهي كطيح. كانت حبسات غير شي يومين وعاوتاني طاحت، الجو غزال. ايوا صافي هنا جيت باش نجمع الدار غير جميع خفيف وصافي. جمعت هكا بيت الكلاص عطرتو، دوزت واحد التجفيفه على الدار، وانا راه كنجفف في الصباح وبالليل البنات راكم عارفين دغيا دغيا صراحه كترون. وصافي جيت حتى لبيتي حتى هو جمعته، ومن بعد خرجت انا وراجلي، كانت ناقصاني غير شي تقضيه قليله وصافي. مشينا خدينا هكا شويه ديال الخضره، ومن بعد دزت لبيه ناخذ شي حاجات. البنات عرفتوا الشتيوا في الزنقه. المهم نشارك معكم شنو خديت بالزربه باش ندوز نوجد الفطور باش ما يمشيش عليا الحال. هاد السويك فيه الخضره، زعما ما حتاش نصورها لكم، بطاطا الفلفل خيزو داك التخربيق الا جيت نصور لكم غيمشي عليا الحال. خديت هاد البطيبيطه تاع البنات واجدين غادي نعمرهم، شويه الكفته، شويه ديال اللادان، هاد الفخيضات مشرملين. وبالنسبه شنو خديت من بين، خديت هاد لانشون كيعجبني رقطات منه شويه. عندي هنايا الزبده كنحتاجها الصراحه، قربات سلالي. خديت هاد لا شابلو لقيته ب 5 دراهم، ما عرفتش واش هذا هو ثمنه ولا في بين مرخصينه. مولفه كنمشي ما كنلقاش اولا ما كنردلوش البال. المهم صراحه كينفعني، بقى ليا غير شويه وخديت ديك الباكيه. صافي خديت هنا هاد الطون، خديت هاد الموتزاريلا هادي نجربها يمكن دايره شي 17 درهم، وخديت هنا المايز وخديت الشامبينيون هاد الطويصه يمكن دايره شي 12 درهم. المهم انا ما كنبغيش ناخذ هاد الطاسات الكبار، كنبغي ناخذ الصغارين باش ما تضيعليش، ولكن ماشي مشكل. دابا هادي اصلا ما غنخدمش بها صراحه اليوم، ولكن فاش بغيت نهز منها نهز الكميه اللي بغيت ونديرها في شي قريعه ديال الدجاج بالماء ديالها باش هكايا ما تضيعش. صافي واخر حاجه هي السوجه، سالات ليا وهذه لقيتها ب 7 دراهم خديتها. صافي والحليب البنات درته في الثلاجه، وخديت حتى البيض حتى هو راني رصيتو في الثلاجه حيت لقيت جوج تهرسوا ليا. ودابا صافي غادي ندوز نوجد الفطور معاكم. غادي نبدا بالتحليه هي الاولى، راكم عارفين هي شويه كتشد الوقت في الثلاجه، وخا صراحه الله هذه راه ما كتشدش بزاف الوقت، تقريبا واحد نص ساعه ساعه كتكون صافي شدات راسها. هنا خديت كاسرول درت فيها الحليب، درت فيها داك الفلو اللي وريته لكم، راه ما كنديروش كامل، درت غير نصه ومعلقه نشا خلطت على البارد رديتهم فوق البوطو، بقيت كنحرك ساعقه ديال الخليط. ومن بعد درته في مونينيك، زدت عليه بنانه وغادي نطحن وندوز نديرو في الكويسات. الا بغيتو كديرو هيرني ساعه تخيو هذا الخليط راه كيجي زوين. انا ما كانش عندي هذا الشيء اللي درت، عرفتو جات فنه عرفتو في الفطور. والله القسم الا راجلي كلا جوج كيسان، والله القسم انا مازال ما كليتش ديالي صراحه ديال الله، ولكن عرفتو راه جات بنينه. قال لي راه جات غزاله هاد التحليه هادي وسهله ما فيها شي حاجه اللي كثيره. صافي كتدخلوها للثلاجه وتزين، كيبقى اختياري. انا زينتها غير بالبنان. دابا باش غادي ندير الدجاج مفور، خلاص دوك الفخيضات كناخذهم مشرملين ولكن كنزيدهم العطريه، لان صراحه ما كيكونوش هكا زعما ماشي كي تكون شي تشرميله على حقها وطريقه. بالنسبه للعطريه درتها كامله، الملحات كنجبير، البزار، الخرقوم، شويه ديال التحميره، شويه ديال الكمون، شويه ديال زريعه القزبور، الربيع، شويه ديال الكيتشوب، شويه ديال الهريسه. الهريسه البنات كتعطي مذاق زوين في الدجاج، غير ما صراحه ما كنكثرش منها، كندير غير هكا معلقه صغيره ما عامراش. صافي كانت بقات عندي شويه ديال الصوجه من ديك القريعه درتها صافي باش نحيد ديك القرعه، وقطيره ديال زويته بلديه، وشرملت داك الدجاج كيف ما شفتوا.
درتو في الكسكاس. هنا عندي الروز درت له غير نص سلقه، خويته على ديك العطريه، درت بطاطا وخيزو وجلبانه، راه ما سلقاهمش البنات لان كيطيبوا، الا سلقتوهم راه غادي تعجنوا ليكم. كيف ما شفتوا شرملت داك الخليط مزيان وغنديرو في الكسكاس وغادي نردو يتفور. عرفتوا البنات جا ما تشبعوش منه، جا كيحمق. ورا درت حتى الزيتون مقطع، نسيت ما قلتها لكم، عرفتوا جا غزال. وفي نفس الوقت كناكلو شي حاجه اللي هكايا صحيه، وانا البنات ولاو شنو ما ندير الفطور ضروري خاصني نعجن شي حاجه هكا تكون معمره، ماشي ليا. راه كنقولها لكم، كنقول لكم لراجلي، يعني انا ما عنديش مشكل، يعني ما كانوش المعجنات ما عنديش مشكل، ولكن مهم كل واحد والذوق ديالو. هنا غنشارك معكم واحد الفطائر اللي غزالين في العجينه. غادي ندير جوج زلايف ديال الدقيق البيض، نص زلافه ديال الفينو، معلقه الملحه، معلقه ديال نيدو، ومعلقه ديال الخميره ديال الخبز المعجونه، معلقه ديال الزبده، وشويه ديال الزيت. صافي البنات، وجمعت العجينه بالماء دافي ودلكتها مزيان. عرفتوا مع كان الجو بارد وكانت الشتا كطيح، والله الا عذبتني العجينه، ولكن المهم داك الجهد اللي كان فيا راني عطيته لها. غادي نلوي عليها سلوفان ونخليها ترتاح بيد ما نصايب الحشوه. المهم البنات، هاد الفطائر غادي زعما هاد العجينه غنخرج منها جوج ديال الحاجات، هانتوما غادي تشوفوا. صافي هنايا البنات، من بعد ما ارتحت لي، راه ديما كنقول لكم باللي غير التصوير كتبان حاجه من مورا حاجه، ولكن ها انا زعما كنفهمكم. العجينه ديالي قسمتها على جوج، لويت النص الاخر عليه سلوفان، وهذا النص غادي ندلكو البنات بالمدلك، غادي نطلقو مزيان كندير فوق البوطاجي الدقيق البيض وكنطلقو. العجينه خاصها تكون مرقيقه مغليضه، يعني ما بينو بين، الا خليتوها غليظه راه ما كتجيش زوينه البنات صراحه ديال الله، ولكن هكا فاش كتكون المهم ما بينو بين، راكم فهمتوني. صافي غادي نبدا كنقطع. نتوما البنات حاولوا انكم هاد العجينه تقطعوها مربعه، انا ما قطعتهاش مربعه صراحه ديال الله، كنت كنزرب باش ما يمشيش عليا الحال على الفطور. المهم كيف ما شفتوا قطعتهم بهذه الطريقه يجيو مربعين. بالنسبه للحشوه، اول حاجه درت ديك اولا ديال البيتزا، ودرت الطون ديال الزيت، راني محيده منه الزيت مزيان البنات. وغادي نزيد الفلفله مشويه، هي اختياريه، كانت كتعجبك ديريها، ما كانتش كتعجبك ما ديريهاش. وزدت شويه ديال داك الكاشير طحن حكيته، درتو حتى هو من الفوق، وشويه ديال الفرماج المربع، وصافي غادي نطوي. عرفتوا البنات كيفاش جاو بحال كتاكلوا بيتزا بحال هكاك، جاو هشاش فتين، جاو كيحمقوا. عرفتوا انا بعدا سطاوني والله القسم، جربوهم وردوا عليا الخبر. كاين البنات اللي غادي يكونوا زعما عارفين هادشي اللي كنبارطاجي معاكم، ولكن كاين البنات اللي كيكونوا مبتدئات. المهم حنا كناخذوا افكار من بعضياتنا وصافي. صافي كيف ما شفتوا كنطوي بحال هكا، وغادي ندير من الوسط زويتينات كحل، اولا ديروا البويض اللي بغيتوا. الزيتون اول حاجه كيعطي منظر زوين، ثاني حاجه كيسد لكم ديك العجينه باش ما تحلش. ايوا صافي، وغادي ندهنهم بشويه ديال الصفار ديال البيض والحليب والصوجا، وتزين درت شويه ديال الزنجلان، نتوما زينوا باش ما بغيتوا، غادي ندخلهم للفران، راه كيجيو زوينين البنات. وبغيت نشكركم بزاف على التعليق اللي خليتوا ليا في لا فيديو الاخر اللي حطيت ليكم. شكرا لكم البنات، الله يخطيكم. وشكرا للبنات اللي قالوا لي زكيه ما شاء الله في هذا رمضان زيانيتي، وكاين بنات اخرى اللي قالوا لي زكيه في رمضان ما كديريش الماكياج، عاد وليتي كتباني في اللاج ديالك، راكي بلا ماكياج كتباني زوينه. فعلا البنات، انا من النوع اللي فاش كندير الماكياج كنولي كنبان كبيره، وحتى شعري مي كنطلقو كنبان كبيره، زعما راه انا عارفه هادشي. مي كنجمع شعري مثلا ولا درت مكياج خفيف، راني كنبان في العمر ديالي. وسبحان الله، كل وشنو، كاينه اللي كتكون كبيره وكتبان صغيره، وكاينه اللي كتكون هكا صغيره الناس كيعطيوها لاج اخر، يعني كل وحده وشنو. وشكرا لكم بزاف اللي يخطيكم عليا البنات، راه كنقرا تعاليقكم كاملين وحده بوحده، الله لا يخطيكم عليا. ايوا صافي، هادشي اللي كاين دابا. عاوتاني دازت خديت ديك العجينه الاخرى وطلقتها حتى هي بالمدلك كيف ما شفتوا. كانت عندي واحد شويه ديال الحشوه في الثلاجه وما بغيتهاش تضيع لي صراحه، قلت اجي نديرها، كان فيها الكفته والفلفله والبصله وداكشي، قلت اجي نديرها هاد النهار باش هكا المهم راكم عارفين باش الحاجه ما تضيعش. صافي كيف ما شفتوا ديك العجينه، درت مطيشه هي الاولى ديك اولا، درت ديك الحشوه، زدت ديك الفليفله اللي بقات، درت شويه ديال الفرماج، ما درتش غير الطون البنات صراحه، ما كيعجبنيش نخلط ما بين الطون والكفته. وطويت من الجناب كيف ما شفتوا، وخديت رفايت اني تشارك هاد الطريقه البنات، وقيله كنت شاركتها معاكم في ثاني ديال رمضان ولا نهار الاول ديال رمضان، والله ما عقلت. عاوتاني راه كيجيو غزالين، كتشدو شي موس هكا كترسمو مثلثات باش يجيوكم نفس العبار، ومن بعد كتقطعو الموس، خاصو يكون ماضي ما يكونش حافي.
صافي قطعت كيف ما شفتوا. غادي نفس الشيء حتى هما غادي ندهنهم بشويه ديال الصفار ديال البيض السوجا الحليب، وغادي ندير لهم شويه ديال الشوفان باش هكا ما يبانش راحنا دايرين حاجه وحده، واخا صراحه راه كل حشوه في شكل، ولكن مهم. صافي غادي ناخذ موس كيف ما شفتوا، غادي غير نفلحهم هكا شويه من الفوق باش يعطوني منظر زوين، وغادي ندير لهم الشوفان كيف ما قلت لكم باش ما يبانوش بحال بحال، وتا هما غادي ندخلهم للفران يطيبوا. راه جاو غزالين، جاو كيحمقوا البنات، بالخصوص دوك الفطائر الاولي اللي شاركت معاكم عرفتوا راه جاو فنين. وهنا شوفوا الدجاج راه تقريبا طاب، غادي نطفي عليه. حتى هو صراحه ما شد ليش الوقت بزاف، واكتشفت واحد الحاجه حيت انا عندي جوج ديال هاد الطاوات بالكسكاس، مثلا الا طيبت في وحده وما غطيتش الكسكاس ما كيطيبليش البنات الدجاج دغيا، عرفتوا كيبقى شاد ليا الوقت ديال بصح. ولكن ملي كنطيب هاد الطاوه حيت فيها الغطايه وكنغطيه دغيا دغيا كيوجد تقريبا واحد ساعتين تما كانه هكا، يمكن ساعتين صافي كيكون واجد. دابا دس باش غادي نصايب الحشوه اللي غادي نعمر بها دوك البطيبيطات اللي خديت، درت البصله، درت صدوره ديال الدجاج، درت خيزو محكوك، الربيع، العطريه، شويه الملحه، شويه ديال الكمون، شويه ديال الابزار، شويه ديال التحميره، وصافي خلاص راني درت الزيت. ولا نسيت شي حاجه راه غتكونوا شفتوها في التصوير. وغادي نشحر هاد الحشوه ديالي، عرفتوا جات غزاله، جات بنينه. ومن بعد غادي نزيد الخس، وزدتني داك الكاشير اللي كان بقالي حتى هو زدته، وشويه ديال الزيتون. صافي غادي نطفي البوطه. حشوه اللي زوينه البنات، هذه اللي حيدت راه زيتونه، داك الزيتون مسلاله كانت خلط ليا مع داك الزيتون وانا نحيدها. ايوا صافي هادشي اللي كاين كيف ما قلت لكم، حشوه اللي ساهله وزوينه في نفس الوقت. وانا كنبغي هكايا كل مره شنو كندير، مره كنشد شنو سميتو الخس وكنديرو هو الاول عاد كندير ديك الحشوه، مره كنخلط كلشي مع بعضياتهم راه كلشي كيتنكل كيجي بنين. ايوا صافي كيف ما شفتو دوك البطيبيطات خديتهم واجدين عمرتهم. وهنا دس باش غادي نصايب شويه ديال زعلوك وتكتوكه. تتقولوا لي نتوما البنات شنو كتقولوا لهم؟ حنا في مكناس الا طيبنا مطيشه مع الدنجال هذاك هو زعلوك، الا طيبنا مطيشه مع الفلفله هذيك هي تكتوكه. هذا مخلط حيت كنشوف سبحان الله كل مدينه وشنو كيقولوا على ماكلتهم، وكاين اللي كيقولوا زعما كاين اللي كيخلطوا، كاين اللي ما كيديروش مطيشه مع الفلفله بوحديتها، عرفتوا كتجي غزاله، كتجي حسن من الدنجال. انا صراحه ما كيعجبنيش الزعلوك بزاف. المهم شاركت معكم الطريقه اللي درت، كنحك مطيشه، ربيع، الثومه، غير هذا النهار اللي خلطت مع بعضياتهم، راه قليله البنات فين كتلقاوني كنخلطهم. مره كندير الدنجال بوحدو، مره الفلفله بوحدها، خلاص العطريه كندير مليحه، الكمون، التحميره، شويه ديال الابزار، وشويه ديال زريعه القزبر، وزوي تا بلديه، صافي وكنبقى مقابله. عرفتوا راه كيجي زوين، راه درتو على ودي السحور البنات ماشي على قبل الفطور. واخا تشوفوني شي نهار حطيت بحال هادشي في الفطور عرفوني راه ما غاديش ناكلو. ايوا صافي ها هي التحليه ديالي وجدات، درت لي شويه ديال البنان وداك صوص كراميل واقيله ولا صوص شوكولا والله ما نعرف اللي كان في وسط داك الفلوز ووقت به. وهذه هي الطبيله ديالنا. طيبت حتى شويه ديال السميده بالحليب، الصراحه ديال الله كنت من الناس اللي لا ما كانتش الحريره في الطبله ما نفطرش. هاد العام سبحان الله ولات زايده ناقصه عندي، صافي كنحطها قليل فين كنشربوها غير كنحطها ونعاود نهزها. قلت شويه نبدل، درت هكا السميده بالحليب، التيشه واقيلا سميتها، عرفتو جات غزاله. انا ما كنديرش فيها البنات، ما كنسمهاش بالعشوب صراحه، طلع ما كتعجبنيش، ما كنديرش فيها الزيت البلديه، ما كنديرش فيها البصله، كندير غير كنسلقها بالماء وكنزيد عليها الحليب مليحه، شويه ديال سنيده، صافي هادشي اللي كندير فيها. دابا شي نهار نشارك معكم الطريقه. ايوا صافي هنا فطرنا ونتختي جمعت الدار دغيا دغيا بالزربه، غسلت الماي، نسيقت الكوزينه، مهم زربت على الدار. ساليت شغالاتي، بدلت بيجامتي، لبست مونطويا، اليوم كنت غادي نمشي لدارنا من مور الفطور. صافي ملي شفت الشتا طيح درت بناقص، ما كنتش غادي نمشي. ايوا صونات لي اختي قالت لي لا والو غير اجي. صافي البنات عرفتوا راني غير فطرت، نطت جمعت الدار، جففتها، جمعت الكوزينه، سيقتها، ما كنحمش نمشي لشي بلاصه ونخليها مرونه مورايا. عرفتوا راه ما بغاش نمشي والله القسم، عندي بزاف ما يدار. الثلاجه عندي ترونات، باغا نغسلها، باغا نتحمم، عندي هكا ديال الحوايج خاصني نطويهم، عندي بزاف ما يدار. ساعه لصقاتني صافي وانا نوض، بدلت غير بيجامتي ولبست مونطويا، غنلبست لي بوط صافي ونمشي، حيت ما غادي نخرج ما والو، زعما ما غنمشي لحتى شي بلاصه. صافي قلت ما كاينلاش نلبس شي حاجه. ايوا صافي هادشي اللي كاين. المهم ما عرفتش البنات واش غادي نحبس لكم لا فيديو هنايا ولا، المهم ما عرفتش الا كانت شي حاجه مازال غنصورها لكم راه غنصورها لكم، ما كانش راه غادي نحبسها لكم من هنا. الحب بنات غادي نحبس لكم لا فيديو هنا، حيت صراحه ما كاينش حاجه اللي غادي نصورها لكم. بسلام عليكم ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله، كنبغيكم بزاف بزاف، بيزوات لكم كاملين.